زيد يحتفظ بالكوره لحمزه المسعدي الى يوسف المويه، ضيع برشا وقت حمزه المسعدي في تمرير الكره لصالح النادي الافريقي، ومن جديد تعود يقص الكره يوسف المويه مره اولى ثم مره ثانيه منذ دقيقه 59 من المباراه بعد اقصاء وسام يحيى. هذه كره جيده لنصفاقسي، معز علول، معز علول يبحث عن التسديد، وخديره شادي الامام، شادي الامام يسدد وتمشي ركنيه، وتمشي ركنيه، كانت فرصه لاضافه هدف خامس لصالح النادي الصفاقسي. اكيد الافريقي قلت يلعب بنقص عددي بعد اقصاء لاعب وسام يحيى في صفوف في تشكيله النادي الافريقي. تظهر التنفيذ، معز علول